اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من المشهد ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. هذه الحلقه نخصصها للحديث بشيء من التفصيل عن ملابسات وفحوى ومحتوى ومضمون الحكم الصادر من قبل المحكمه الدوليه المعنيه بالبت في قضيه رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. هذا الحكم الصادر ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مرحب ومستاء له. تفاصيل هذا الحكم وتداعياته وتبعاته المختلفة وردود الأفعال على المستوى العربي والإقليمي والدولي نناقشه بالرأي والتحليل مع ضيفي الكريم الأستاذ فادي عكوم المحلل السياسي اللبناني. مساء الخير أستاذ فادي وأهلا بحضرتك معنا. مساء النور. أشكرك على تلبية الدعوة. اسمح لنا في البداية نتوقف سريعا مع هذه الدقائق المعدودة للتعرف على حيثيات الحكم الصادرة من قبل المحكمة الدولية الخاصة بالبت في قضية الشهيد رفيق الحريري، ثم نعود إليكم من جديد لنبدأ النقاش والحوار حول ملابسات وتفاصيل ومحتوى وفحوى هذا الحكم. فيما لا يزال لبنان يعيش تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، شكل القرار النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اختيار رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري شكل محطة جديدة في تعزيز الصراع الإقليمي والدولي في البلاد. فالقوى الدولية والإقليمية وجدت تلك التطورات الدراماتيكية فرصة جديدة لإعادة استعراض قوتها والسعي لفرض حلول ومخططات جديدة، سواء من خلال إطلاق المبادرات السياسية أو من خلال إرسال البوارج العسكرية والمحققين الدوليين، والقيام باستعراض القوة والدعوة إلى اتخاذ قرارات محددة على صعيد مؤسسات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة. ولا يزال لبنان يشكل ساحة مهمة لتحريك القوى الإقليمية والدولية على أراضيه، وذلك نظرا لأهمية موقعه الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ولكونه على حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى حدوده الواسعة مع سوريا، وأنه ممر مهم للوصول إلى عدد من الدول العربية. ورغم حدة الصراعات الإقليمية والدولية في الساحة اللبنانية، فإنه من الواضح أنه لا رغبة لتلك القوى بترك لبنان ينهار كلية أو أن يتجه إلى انفجار واسع، وقد برز ذلك بوضوح من خلال مصارعة معظم الدول إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية بعد كارثة المرفأ، والعمل لطرح بعض المبادرات السياسية لإنقاذ الوضع اللبناني. ومع وجود صراع إقليمي ودولي، هناك قوى لبنانية تراهن على تلك التطورات بهدف تغيير خريطة المشهد السياسي، وتحاول تلك القوى الاستفادة من تداعيات كارثة المرفأ وقرار المحكمة الدولية لزيادة الضغط على حزب الله اللبناني وحلفائه. من جانبه، اعتبر حزب الله الذي ينتمي المتهمون في جريمة اغتيال رفيق الحريري إليه وأنصاره أن المحكمة مسيسة، بينما اعتبر خصوم الحزب أن المحكمة هي الوسيلة لوقف سياسات الإفلات من العقاب في لبنان. وكانت المحكمة الدولية قد أدانت واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال الحريري في عام 2005، في الوقت الذي أنهكت فيه سنوات من الأزمات السياسية لبنان، بالإضافة إلى تعرضه لانهيار اقتصادي متسارع منذ أشهر، وأخيرا انفجار المرفأ المروع. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد وعلى الهواء مباشرة بالأستاذ فادي عكوم الكاتب والمحلل
السياسي اللبناني. لك التحية من جديد سيد فادي، وبداية كيف تابعت الحكم الصادر من قبل المحكمة الدولية المعنية بالبت في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري؟ الدلالة الجنائية والسياسية من محتوى وفحوى ومضمون ونص هذا الحكم. بداية يعني لازم نوضح بعض الأمور. أنه عند إنشاء المحكمة وضع بروتوكول بين لبنان وبين الأمم المتحدة بأن لا تقوم المحكمة بإدانة دول أو كيانات، والمقصود بدول وكيانات بشكل محدد، وكان شرط روسي سوريا وحزب الله بأن يتم توجيه الاتهامات إلى أشخاص فقط في حال ثبوت الأدلة. طب دي جزئيه مهمه جدا حضرتك وضحتها لنا حقيقه، لان كان الحقيقه من ضمن الاعتراضات او تحفظات على هذا الحكم انه ما فيش ادانه لجهه سياسيه بعينها. يعني ما كانش في شيء مفاجئ، لا بالعكس. يعني الامر متفق عليه من قبل. بالظبط، يعني حتى في وزير العدل بوقتها كان اسمه شار رزق امبارح فجر مفاجاه كتير كبيره، انه المسودات اللي كان عم يتبادلها هو والامم المتحده من خلال اثنين من القضاة لوضع البروتوكول الاساسي للمحكمه، كان كل ما يجي مسوده يعرضها على حسن نصر الله ليوافق عليها. يعني اساس المحكمه، حتى حسن نصر الله من قال انه انا ما بعترف بالمحكمه، كان موافق على البروتوكول الاساسي. الامر الثاني قبل ما نتطرق للتفاصيل، انه المحكمه الدوليه بتتبع النظام الانجلو ساكسوني، بمعنى القانون الانجلو ساكسوني لا يتم الاتهام الا بوجود ادله ثابته ماديه. مشان هيك شفنا الحكم طلع 1 من 4 3 تمت تبرئتهم، بس مش تبرئه بالمعنى التبرئه، تبرئه لعدم وجود ادله قطعيه. وهيدا بالنسبه لمحكمه دوليه بتعتمد على القانون الانجلو ساكسوني شبه ادانه. باي محكمه ثانيه كان ممكن يدانه. هلا بالنسبة لحسيات الحكم واللي قال القاضي امبارح خلال النطق، عندنا شق سياسي وشق جنائي. الشق السياسي تم الإشارة فيه إلى مسؤولية حزب الله من ناحية الصراع مع أو الخلاف مع الشهيد رفيق الحريري، وبأن حزب الله هو المستفيد من قتله. من الناحية الجنائية تم اتهام أحد قادة حزب الله وليس عضوا عاديا، يعتبر أحد الضباط أو القادة المؤسسين لحزب الله في لبنان، ذراع أساسي من يعني هيدا من الجيل اللي تلقوا تدريباتهم بإيران على يد الحرس الثوري الإيراني، ضباط الحرس الثوري. وبالتالي اتهامه بيشير بطريقة مباشرة إلى حزب الله، كونه لا يستطيع التصرف دون علم الحزب بهكذا ضربة كبيرة جدا، وان تصرف يعني لنفترض اسرائيل خارق الحزب وتصرف سليم عياش اللي تم ادانته ونفذ، معناتها حزب الله مخروق. لنفترض اي دوله تانية، سوريا العراق او اي دوله تانية، معناتها حزب الله مخروق، بالتالي في مسؤوليه عليه. علما دبت النمله ببيروت ما بتتم من سنه 2000 لغايه الان الا بعلم امن حزب الله، وبالتالي هي ادانه لحزب الله. هلا يمكن جمهور سعد الشهيد رفيق الحريري او كل من يعارض حزب الله حس بنوع من الاحباط، انه كان لا بس ما هو كنا يعني اللي كان متابع المحكمه من هذا الحكم ربما غير شافي ليهم بقدر او لا، بس هو اللي كان متابع الحيثيات هيدي من الاول كان متوقع انه رح يصدر هيك الحكم، مع الاشاره هون انه هيدا الحكم حكم من 4 أحكام هتصدر من وراء المحكمة. طيب يعني إذا أستاذ فادي حضرتك وضحت جزئية مهمة جدا لمن لا يعلم من يعني الجمهور العام، فكرة إنه كان في بروتوكول متفق عليه من بالزبط. قبل ما بين المحكمة الدولية والأمم المتحدة إنه ما يتمش فيه إدانة أي جهة سياسية أو أي دولة، وبالتالي يعني هذا الحكم في إطار هذه المعطيات كان متوقع وعنصر المفاجأة غير موجود. طب فيما يتعلق
يتعلق بهذا البروتوكول، البروتوكول في حد ذاته المفروض ان هو كده غير منصف وغير عادل وبروتوكول ظالم كما يراه البعض. يعني لو كان في دولة بالفعل كانت وراء اغتيال الشهيد رفيق الحريري وان المحكمة لا تصدر عقاب او لا توجه اتهام لهذه الدولة او لا توجه اتهام لكيان سياسي معين، يبقى اذا عن اي عدالة تتحدثون عنها، خاصة المؤيدين وبشدة حكم المحكمة يعني. لكن سنة 75 لغاية الآن تم اغتيال أكثر من 60 أو 70 شخصية بارزة في لبنان. من 30 سنة لهلا تقريبا نصهم. عم نحكي عن ضباط أمن، عم نحكي عن قضاة، عم نحكي عن سياسيين، عم نحكي عن صحفيين. معروف بلبنان اللي بيتم اغتياله ما بتنكشف الحقيقة. وقتها اللي من صارت قضية الشهيد رفيق الحريري برز فيتو روسي صيني بمجلس الأمن بمنع المحاكمة. المفاوضات والضغوطات أنتجت أنه بصير في محكمة خاصة بس بشروط كذا كذا كذا. هلأ اللي بده يصير من بعد المحكمة هو المهم، لأنه جمهور الرابع عشر من أدار أو جمهور رفيق الحريري بلبنان طالب بأمرين، الحقيقة والعدالة. نحن هلأ صرنا عارفين الحقيقة، القاتل ومن يدعمه، وصلنا لنقطة العدالة. يا ترى حزب الله سيقوم بتسليم سليم عياش؟ يا ترى الدولة كان هناك اللبنانية طبعا تصريحات عدة من قبل حزب الله بأنها يعني لا تعترف بهذه المحكمة بالزبط. وأنها لم ولن تقوم بتسليم أي من الأشخاص المنتمين لها للمحاكمة. هل هذه المحكمة الدولية تملك من النفوذ والصلاحيات ما يلزم حزب الله أو أي كيان في لبنان بتقديم الأشخاص اللي وجهت لهم إدانة أو متهمين في نظر هذه المحكمة الدولية أم لا؟ اللي كانوا وراء وضع البروتوكول تبع المحكمة كانوا أذكياء بطريقة، أنه عطوا الروس والصينيين اللي هم عاوزينه، وبس بنفس الوقت المحكمة بحد ذاتها محكمة خاصة تندرج تحت البند السابع الذي يلزم أي دولة بأن تسلم المحكومين، وإلا ستقع تحت البند السابع. البند السابع خطر جدا ويعني تدخل دولي. يعني شئنا ما أبينا، الآن الدولة اللبنانية ككيان لبناني ملزمة بتسليم سليم عياش، وأي إشارات لتواجده في أي دولة كانت يجب أن يتم تسليمه. يعني حتى الشرط اللي كان موضوع واللي بيشوف البعض غير منصف مثل ما حضرتك تفضلتي، بس لا، هو بالنهاية تم التحايل عليه. بالنهاية في البند السابع ما حدا بيقدر يتخطاه. يعني حيتسلم، إذا مش هو حيصير في عقوبات أكتر على حزب الله كونه يتستر على أحد أكبر ضباطه. طب فيما يتعلق يعني المخاوف من الوقوع تحت بند الفصل السابع والتدخلات والعقوبات الخارجية والدولية المختلفة، هل الدولة اللبنانية ككيان ومؤسسات تملك من النفوذ أيضا والصلاحيات إن هي تكون صاحبة الكلمة العليا على أي شخص منتمي لحزب الله اللبناني؟ للأسف المؤسسات الحكومية الحالية في لبنان تمتلك النفوذ لمساعدة عياش للتوارئ على الأنظار، كونها حكومة حزب الله، كونه كيان حزب الله في الوقت الحالي. لا ننسى أن حزب الله صحيح يمسك بمقاليد الحكم في لبنان. صحيح. يعني شئنا أم أبينا، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة المجلس النيابي، طالما أن الحكومة سقطت، لكن الأمور ربما تشهد انقلاب دراماتيكي خلال الفترة المقبلة، خلال تشكيل الحكومة وشروط تشكيلها. يعني الآن الجميع أمام معضلة تشكيل الحكومة. لا يمكن فصل قرار المحكمة عن تشكيل الحكومة. هل سيرضى سعد الحريري المدعوم سعوديا بأن يضع يده بيد قاتلي والده؟ خصوصا المملكة العربية السعودية أول دولة عربية صرحت من بعد صدور الحكم ننتظر أن يتم تسليم المجرم المدان عنصر حزب الله إلى المحكمة الدولية. يعني هون هلأ في شرط رح ينحط، هلأ في شرط إضافي رح ينحط. بالسنين اللي قبل كان في شرطين ينحطوا، استمرار تمويل المحكمة الدولية و
الحفاظ على شرعية سلاح حزب الله. هلا حزب الله الآن أمام مأزق، خلصنا من بند المحكمة سليم عياش وين؟ وهيدا حق، لأنه يعني رفيق الحريري لما مات الأمر ما بيخص عائلة الحريري، ما بيخص طيار المستقبل، بيخص كل اللبنانيين. صحيح. والشيء الغريب اللي عم بيصير بلبنان حاليا، إذا بتنزل بشوارع، إذا بتنزل بالشوارع اللي هي بتعتبر البيئة الحاضنة لحزب الله، تسأليهم عن رفيق الحريري، ما حدا بجيب سيرته بالعاطل. على السوشيال ميديا، اللجان الإلكترونية عم تفرجي العالم كله مش بس الداخل اللبناني صورة مغايرة. رفيق الحريري تعاطى مع الشيعي، مع السني، مع المسيحي بنفس الطريقة. يعني مثلا كان عنده قدرة على لم الشمل، يعني في 33 33 33 ألف شاب خرجوا من لبنان تخصصوا بالخارج، أكثر من 10,000 واحد منهم شيعة. منشان هيك يعني البيئة الأساسية تبع حزب الله بيعرفوا منيح مين رفيق الحريري. هو حقيقة طبعا يعني الواقع بيقول لو ما كانش له هذا التأثير الفظيع ما كانش الشارع اللبناني انتظر الحكم الخاص بقضية اغتياله بالزبط. بعد 15 سنة من اغتياله، فده بالزبط. عمر أساسا لوحده، لولا أنه هو حقيقة كان شديد التأثير والتفاعل ومهموم بقضايا وملفات اللبنانيين. يمكن حضرتك قلت أن في ضباط كتير ممكن بيتم اغتيالهم، قيادات، شخصيات سياسية، ولكن يبقى رفيق الحريري شخصية استثنائية أو نموذج استثنائي استطاع أن يحتوي ويحتضن دموع الشعب. بيفرق أنه هذا الزعيم السياسي الوحيد بلبنان ما عندوش ميليشيا مسلحة، هو إجا بعد الحرب الأهلية كان سلاحه اللي بده يتعلم ياخد فلوس، اللي بده يشتغل تعال اشتغل، عمل شركة أوجاه وعملت يعني سلاحه البناء والتنمية. بالضبط بالضبط، المستقبل هو كان عينه على المستقبل. يعني خلينا بس قبل ما نطوي صفحة الحكم، يعني بعد في ثلاث أحكام مرتبطين بالحكم، بعد في جريمة اغتيال سمير قصير، في محاولة اغتيال مروان حمادي، محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر اللي كان وزير دفاع، هو جزء من المحكمة الدولية الناس ما بتحكي عنهم، نفس المتهمين لسه مدانين بثلاث قضايا هول اللي تابعين لقضية الشهيد رفيق الحريري، لأنه المحكمة الدولية الخاصة مقسمة لأربع قضايا، هالأولى منهم بس، بعد في ثلاثة هلا ممكن تم إدانة الأربعة بالملفات الباقية. يعني الأمور بعدها بالأول، بعدين حتى في استئناف، آخر أخبار إنه ممكن جهة الاستئناف ترجع تستأنف في الحكم للضغط أو محاولة تقديم أدلة جديدة إذا بينت. بس للأسف يعني اللي صار خلال معطيات الـ15 سنة الماضيين، أي شخص له علاقة بالتحقيق قتل. الشهيد مثلا الضابط وسام الحسن كان من ضباط فرع المعلومات في لبنان، هو اللي اكتشف داتا الاتصالات، تم تصفيته. المحققين العدليين التابعين للأمم المتحدة طلبوا ضباط سوريين يجوا على التحقيق. سبحان الله، اثنين اختفوا واثنين انتحروا بمكاتبهم، بس انتحروا بست طلقات بالمسدس تبعهم براسهم. تصوري انتحار بست طلقات، طبعا مدبره واضحه جدا، انه في يعني حتى حطوا العراقيل. هيدا بالاضافه بدنا نذكر انه حتى ساحه الجريمه تم تنظيفها من الاجهزه الامنيه اللبنانيه بوقتها. يعني في جمله معطيات هي اللي ادت الى اخفاء العديد من الادله، صحيح، الى اخفاء معالم الجريمة، إلى تضييع طمس ملامحها المختلفة، صحيح، وتضييع البوصلة اللي المحققين هيمشوا فيها. يعني امبارح شفنا داتا الاتصالات اللي مات كرمالها الله يرحمه وسام، هي اللي كانت الأساس. طيب أستاذ فادي، يمكن في البعض من الشارع اللبناني حقيقة مؤيد وبشدة لنص المحكمة وشايف أنه هذا القرار يعني منصف بشكل كبير، وفي فريق آخر من المستائين والمعارضين بشدة وشايفين أنهم لم يشفوا غليلهم إنجاز التعبير بسبب يعني عملية الاغتيال الكارثية اللي أصابت قلوب الشعب اللبناني أجمع، وأنه هذا الحكم ليس على مستوى المطلوب.
مطلوب يعني فيما يتعلق بعملية الاغتيال. يمكن البعض من المعارضين وصف أنه هذا الحكم أشبه بالكوميديا السوداء. لو كلمنا تحديدا عن بند أو نص هذا الحكم، أنه الاغتيال للشهيد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري اغتيال بدافع سياسي وليس بدافع شخصي. البعض رأى في هذه الجزئية على وجه الخصوص بأنها فيها نوع من السذاجة إنجاز التعبير، أو يعني هذا الأمر معروف من غير محكمة دولية، يعني أي شخص بسيط عادي معروف أن الاغتيال أكيد بدافع سياسي مش بدافع شخصي، لأنه هو ما كانش على خلاف مع جار لي أو مع قريب لي، فمن البديهي أن يكون الدافع سياسي. يعني إيه الإضافة أو إيه الجديد في نص ومحتوى هذا القرار من قبل المحكمة؟ بتعرفوا كتير ناس لما كانت تتابع حسيات التحقيقات، في شهود تقدم قدام المحكمة الدولية أنه في ناس مستثمرين كبار متضررين من دخول رفيق الحريري إلى الساحة الاستثمارية بلبنان هن وراء تصفيته، وفي ناس قالوا أنه المتضررين من أعماله الاستثمارية بمنطقة سوليدار هن وراء اغتياله. لا، ما هو كل معلومة تقدمت للمحكمة تم الرد عليها خلال النطق بالحكم. يعني بعدين التأكيد، بس هو طبعا حجم التفجير والأطنان دي كلها حتى من الصعب ان هو يقف وراءها، بس هو ما تنسي انه مستثمر او رجل اعمال، يعني القاضي الاغتيال نفسها، يعني القاضي كان ناقص يقول حزب الله وراء التفجير، يعني بتحسيه وصل لكلمة حزب الله وحط نقطة على السطر وانتقل للسطر الثاني اللي وراه. يعني مش قدران يقول انه هيدا اغتيال سياسي من قبل حزب الله بدافع كذا كذا كذا، شال كلمة حزب الله، يعني حط كلمة حزب الله بالفراغات، مش قادر يقول ده، مش قادر يقول نتيجة عن البروتوكول بالبروتوكول الأساسي بالضبط. طيب، مش هيك كان مشدد عليا جدا، وردت 4 مرات امبارح بحسيات الحكم. تمام. طب اسمح لنا سيد فادي، معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية من الأستاذ أحمد عز الدين المحلل السياسي من لبنان. أستاذ أحمد، بعد تحية، يعني في أي سياق وفي أي إطار تقرأ وتقيم حيثيات الحكم الصادرة من قبل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري؟ تحية لك ولكل المشاهدين. اولا يعني اعتقد ان قرار الحكم لم يرضي احد الطرفين، يعني لم يرضي حزب الله ولم يرضي تيار المستقبل والذين تقدموا بالشكوى، وفي نفس الوقت لم يستفز اي احد من الاثنين. يعني كانه يعني ركب بشكل ان يكون غير يعني غير مستفز وغير مقبول. بالنسبة لي يعني التيار المستقبل والرئيس الحريري والمؤيدين بحكم المحكمة الدولية يعني يعتبرون أنه قد لامس الحقيقة ولم يصل إلى الحقيقة، بمعنى أنه اتهم شخص واحد وهذا الشخص مسؤول في حزب الله، وبالتالي ألمح من خلال السياسة إلى أن القرار اتخذ بعد أن كان هناك اجتماع لقوى المعارضة تطالب بمحكمة السوريين، وأن هناك يعني نية وأن هناك ربما يرضي القرار يطالب يرضي حزب الله والسوريين. وفي نفس الوقت يعني نسأل التهمة عن يعني قيادة حزب الله وعن السوريين، وأيضا يعني برأ 3 من أصل 4، وبالتالي كأنه يعني حصر المسألة. لكن في السياسة الكل يقول أنه يمكن لشخص ان يعني ينفذ مثل هذا العمل هذا الكبير بانفراده، او انه يعني يكون خارج اطار يبرر خارج اطار، وبالتالي لكن الامور بقيت في هذا الاطار، بمعنى انها اعطت نصف الحقيقه لكل من الطرفين، او نصف ما يريد ليس نصف الحقيقه. طيب، يعني السيناريوهات القادمة سيد أحمد، يعني ماذا بعد هذا الحكم؟ ماذا بعد هذا الحكم؟ يعني للحقيقة ماذا بعد الحكم؟ ماذا إذا كانت المحكمة الدولية جادة أو أن المجتمع الدولي جاد في الوصول إلى النهاية في هذا الأمر؟ معروف أنه يعني 21 أيلول ستصدر العقوبات، ربما من اليوم وحتى 21 أيلول إذا كان يمكن حزب الله أو إيران أو سوريا تقدم شيئا في السياسة
قد تكون يعني نوع من التجاوز لهذه المسألة، وبالتالي تخفيف العقوبة، وبالتالي يعني عدم الذهاب بعيدا في فتح ملفات أخرى. لكن أما إذا كان هناك ربما تصلب، قد يذهب المجتمع الدولي إلى أمور أكثر، لأن الأمر يعود إلى مجلس الأمن، وبالتالي مجلس الأمن هو من شكل هذه المحكمة والقرار يعود له. الأمور أعتقد أن الأسابيع الثلاثة المقبلة هي جد وغاية الأهمية لتحدد مدى يعني التجاوب في معالجة الأزمة، خصوصا أن هناك تصريحات أمريكية وفرنسية قالت أنه لا يمكن العودة إلى لبنان ما قبل يعني جاء في انتشار المرض. كانت هناك مواقف أشارت لأنه لا يمكن لبنان أن يعود إلى ما قبل حدوده مفتوحة وأن تكون هناك قوة نافذة في لبنان بشكل مطلق يعني. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد عز الدين المحلل السياسي متحدثا إلينا من لبنان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. سيد فادي، يعني فيما يتعلق بخروج آلاف اللبنانيين برافعين شعار إنهاء الطائفية، وهذا إن يدل على أن الشعب اللبناني متجانس مع بعضه البعض، ومن يخلق هذه الطائفية أو التشرذم أو التفرقة أو الانقسام الطبقة السياسية الحاكمة وليس المواطن البسيط في الشعب اللبناني. بعد حكم المحكمة وبعد حادث مرفأ لبنان، كيف ترى الصورة بشكل عام؟ شوفي، لنكون واقعيين، يعني بالنهاية من أوصل هذه الزمرة الحاكمة إلى الحكم؟ الشعب. يوجد مشكلة في لبنان، مشكلة الطائفية، مشكلة متجذرة بالتاريخ اللبناني. يعني الآن ومع كل ما جرى ومن المتوقع أن يجري، لو جرت انتخابات نيابية بأي قانون انتخاب كان، ستعود نفس الزمرة، ربما يكون التغيير 5% أو 10% فقط، لكن المجلس النيابي سيكون نفس الشكل الموجود الآن بهذه التقسيمة. يعني ما في، يعني عندك زعمات طائفية تقليدية هي اللي عم تدير البلد من غير الممكن السير بالبلد من دونها، شئنا ام ابينا. يوجد واقع ربما نستطيع التخلص منه، لكن ليس الان. يعني ممكن بعد 20 سنه، بعد 30 سنه ممكن يتخلص لبنان من هالطابع الطائفي، علما بان المشكله مش بالطابع الطائفي كطائفي. يعني من الجيد جدا ان يكون هناك تقسيم طائفي لكي تحصل كل طائفه على تمثيل محدد، تمثيل سياسي فيما يتعلق بالمناصب السياسيه والحقائب الوزاريه المختلفه شيء. حتى يكون منصف للكل. بس المشكله باداره هالمنظومه الطائفيه هاي، هيمنه البعض، المحسوبيه، الفساد. يعني بعتقد قبل ما نخلص من الطائفيين بلبنان لازم نخلص من الفساد. يعني حتى فيما يتعلق بتوزيع المساعدات، كانت هناك أصوات لبنانية تنادي بأن هذه المساعدات، سواء بقى كانت مواد غذائية، أدوية، مساعدات إنسانية، أيا كانت أو أموال تضخ إلى لبنان، يعني ألا تكون في أيدي هذه الطبقة الحاكمة، وأن يكون هناك وسيط في إطار المراقبة أو المتابعة، لأن ممكن كمان في المقابل توزيع هذه المساعدات يتم في إطار طائفي. المشكلة هيدا عار. يعني المؤتمر الدولي اللي عمله الرئيس الفرنسي ماكرون جمع شوية فلوس وتم الإعلان أنه ما راح يتم تسليمه للمؤسسات الحكومية اللبنانية، راح يتم تسليمه لمنظمات المجتمع المدني. عار، يعني عار على الطبقة السياسية. يعني خلص وصلت الأمور، يعني الريحة خلص صارت موجودة. وما كان بعتقد بحلقة استضفتيني فيها قبل من فترة شهر أو شهر ونص، كنا عم نحكي عن المساعدات والاستثمارات. صحيح. ما نفس القصة، كله موقف مجمد بسبب هذه الطبقة. لا، المطلوب قبل، أنا حسب وجهة نظري، أنه قبل التخلص من المسألة الطائفية في لبنان يجب وضع حد للفساد الموجود. وأنا برأيي لو تم القضاء على الفساد والطريقة التي تدار فيها البلاد، حتى لو بقيت التقسيمات الطائفية كما هي، ستكون الأمور طبيعية. تحدث عن جزئية مهمة، أن العدالة في توزيع المناصب السياسية أو الحقائب الوزارية على نظام أو على أساس طائفي، ده بيحمل أو مساحة جزء من العدالة، ولكن تتحدث عن الأمور الأخرى المتعلقة في إدارة المنظومة في الدولة اللبنانية بشكل عام. يعني كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ تتحدث على أن الطائفية متجذرة بشكل كبير،
وفي المقابل يعني توجد أداة سحرية، يعني لا أحد يملك عصا موسى أو خاتم سليمان حتى ينهي هذه الطائفية بين ليلى وضحاها. إذا ما هو السبيل؟ الكرة في ملعب من المنقذ في هذه الأزمة الكبيرة؟ شوف، المنقذ في هذه الأزمة الكبيرة يعني الطبقة السياسية نفسها، بمعنى أن تقوم بخطوة إلى الوراء، يعني مثل ما مطلوب من حزب الله بالوقت الحالي القيام بخطوة إلى الوراء حتى لا يتم الجر إلى مصادمات بالشارع، مطلوب من الطبقة السياسية الفاسدة التقليدية التنحي وإيصال أشخاص، حتى لو هم سموهم، حتى يعني أشخاص يعني مثلا لمن استقال سعد الحريري من الحكومة وتم الضغط من الشارع للإتيان بحكومة التكنوقراط، كان مطلوب حكومة التكنوقراط، ضحكوا على الناس مثل ما بيقولوا وتبين أنه لا، حكومة يعني حكومة عرائس تكنوقراط ولكن لهم انتماءات طائفية وحزبية، هم مجرد عرائس ينفذون الأوامر بكل ما الكلمة من معنى، يعني يعني من رئيس الحكومة إلى أصغر وزير، يعني كانت فضيحة. وبين التجاذبات، يعني كانوا من لون واحد تابعين لثمانية أدار، وحتى بين التجاذبات والخلافات الداخلية بينهم، يعني حتى يعني شيل الخلافات السياسية، يعني حتى تجاذب بين الطائف الوحدة بسبب الفساد والمحسوبية علقوا، يعني مثلا سليمان فرنجية ماروني، جبران باسيل ماروني، هيدا له وزراء هيدا له وزراء، علقوا بالحكومة، وكان كل واحد بده يسحب الوزراء تبعه من الحكومة ليسقط الحكومة، يعني حتى قصة الفساد عم بتأثر حتى لو كانوا من لون واحد. صحيح. مش أنا عم بقول لك القضاء على الفساد والمحسوبية هو الباب الأساسي اللي رح يهدي الشارع اللبناني. ربما بنرجع نستعيد الثقة للمستثمرين اللي بالخارج يرجعوا شوي يفوتوا على لبنان، يمكن الالتهاء أو الاهتمام بالهموم المعيشية للمواطن اللبناني وبإعادة أعمار ما تهدم وإعادة الاقتصاد اللبناني على ما كان عليه. ما تنسى أنه كل ما عم يمرق الوقت الخسائر الاقتصادية بالداخل اللبناني، الاقتصاد اللبناني تهاوى بشكل نهائي، يعني ربما بالوقت الحالي بعد فيه 20% من المصانع فاتحة، إذا وصلنا للسنة الجديدة بدون أي حل سياسي لتنشيط الاقتصاد سيتم الإنهاء عليهم، يعني وخصوصا هلأ بعد ضربة المرفأ، هلأ حتى انعكاسات ضربة المرفأ بعد ما ابتدت، هلأ بعد الناس عم تنظف، بعد في مساعدات عم تدخل، بس في كارثة حقيقية. حدث عن الصمود والقدرة على التعايش مع هذه الكارثة بالزبط. فيما بعد يعني طبعا الحقيقة احنا شفنا كمان صور جميلة جدا يعني ومشرفة لشباب لبناني فيما يتعلق يعني بتنظيف الشوارع ورفع اللافتات والشعارات الوطنية، ده شيء جميل جدا، بس مهم يتم احتضانهم لأنه في المقابل أزمة في فرص العمل، ارتفاع نسب البطالة، تراجع العملة اللبنانية. ما أنا بقول لك إنه ضربة المرفأ المستوى المعيشي والاقتصادي يعني في تدهور كارثي وشديد. إذا في المقابل أنتم في حاجة إلى حلول عاجلة وسريعة تتناسب مع المأساة اليومية اللي بيعيشها المواطن اللبناني. تم طرح اسم سعد الحريري ليرجع على رئاسة الحكومة وبقوة، وتم طرحه حتى من خلال رئيس مجلس النواب اللي هو بيمثل تيار ثمن من أدار سياسيا، نبيه بري، رغم مثلا أنه اصطفافه مع ثمن من أدار، لكن يعتبر من السياسيين التقليديين اللي دايما بيقدر يمسك العصا من الوسط، يعني بيقدر يتواصل مع سعد الحريري، بيقدر يتواصل مع مصر، مع السعودية، مع الإمارات، رغم الخلاف السياسي، لأنه عنده طريقته المحنكة جدا في خلق علاقات متوازنة. بالضبط. طرح اسم سعد الحريري واللافت بالموضوع أنه بنفس اليوم استقبل مندوب وزير الخارجية الأمريكي واستقبل وزير الخارجية الإيراني بيوم واحد خلال ساعة واحدة، واقترح اسم سعد الحريري لاثنين بنفس الوقت. هلأ سعد الحريري موافق عليه خليجيا، موافق عليه أمريكيا، موافق عليه أوروبيا، وعلى رأسه فرنسا. لكن السؤال هلأ في قضية أخلاقية اللي رجعنا اللي حكينا عنها، إنه مسألة القاتل، ما مصير القاتل؟ هل سيتم تسليمه أو لا؟ أو فكرة أن يتعاون مع قتلة أبيه، يعني هيدي بعتقد تخطاها سعد الحريري بالماضي لمن قال رح تخطى هالموضوع بانتظار قرار المحكمة. طب هلأ قرار المحكمة طلع، يعني ما بين الدوافع السياسية والدوافع الوطنية والدوافع العاطفية، من المسيطر في النهاية؟ المسيطر حزب الله، آلة حزب الله
مهيمنة ومسيطرة في لبنان. ومن شان هيك قلت لك لازم حزب الله ياخد خطوة إلى الوراء، لأنه الأوضاع بتتجه لنواحي كارثية. يعني حتى الضغوط الدولية والضغط على أزرع الحرس الثوري الإيراني بالمنطقة بتوصل للخطوط الحمر، والكل بيعلم أنه للقضاء على أزرع الحرس الثوري الإيراني بالمنطقة يجب البدء من بيروت، لأنه بيروت كانت الانطلاقة، بيروت كانت الشرارة الأولى التي انطلق منها الحرس الثوري الإيراني بالخليج ومنطقة الشرق الأوسط. صحيح. مشان هيك كل الأعين مصوبة على على حزب الله بهيدي، مع تخوفات أنه يصير شيء على الحدود مع إسرائيل، وهنيك رح تكون الكارثة. صحيح. هذا الامر سيزيد الامر يعني تعقيدا وتشابكا، بس هو بنفس الامر بنفس الوقت بيصب بمصلحه حزب الله وبمصلحه اسرائيل. اسرائيل عندها ضغوط سياسيه داخليه، نتنياهو عنده ضغوط سياسيه داخليه كثير قويه، بحاجه لتنفيس بالخارج لتحويل الانظار، وحزب الله بحاجه ليستعمل سلاحه حتى لو بمواجهه صوريه مع اسرائيل، ليقول انه انا لازم دلني محافظ على سلاحي كمقاومة. طب سيد فادي، يعني إذا أتيحت لك فرصة الجلوس أو الحديث أو التفاوض مع الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، يعني إيه الكلمات اللي بتحملها أو ممكن تقول لهم إيه؟ عيب يقولون على الهواء، يعني لأنه وصلوا في مجموعة من الأشخاص، وصلنا لوقت بلبنان ما يعني أفقدونا القدرة على التعاطي اللبك. يعني اذا بتنزل اذا بتشوفي يعني حتى اذا بتشوفي القنوات اللبنانيه الفضائيه اللي بتعمل مقابلات مع الشارع، ستات رجال كبار صغار كله فقد اعصابه. الامر يعني خارج عن خلاص، يعني صرنا خارج صحيح. صرنا خارج اطار الكلام، خلص وقت الكلام. يعني قلوبنا معكم ستظل دائما وابدا لبنان في قلب وفي عيون كل مصري. انا بشكرك جدا جدا. شكرا لك. وانا بدي اشكرك على الاهتمام، وبدي اشكر يعني يمكن للمره الالف اشكر الشعب المصري، الحكومه المصريه والرئاسه المصريه والجيش المصري على كل العاطفه اللي ابدوها. هون بدي امرق ملاحظه صغيره. تفضلي. يمكن الاعلام اللبناني مهتم ب القلب المصري اللي وقف معهم. إشارة صغيرة بس، أنه أول مستشفى غير لبناني استقبل جرحى انفجار المرفأ هو المستشفى المصري نفس الليلة. ومشكلتنا أنه الإعلام بيضوي على البعض وبيستثني البعض، بس بيكفي بس أنه الجرحى اللي تعالج وظهره اللي جوا بقلب المستشفى ما خلوا حدا يصور جوا، قالوا بعدوا الاعلام عننا. وهيدي شغله ما بيعملها الا الاصيل ابن الاصيل. احنا بنشكرك جدا، والموقف المصري ليس من منطلق المن او التفاضل لا سمح الله، ولكن بالزبط. اللبنانيين في قلوب وعيون كل أكيد. المصريين أكيد. انا بشكرك جدا جدا استاذ فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي على تشريفك لنا وتلبيه الدعوه، والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام. نهايه هذه الحلقه من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.